كتير مننا دايما بيلجأ لعمليات اللي بقت مشهورة جدا جدا في الوسط النسائي، وهي عمليات لتكبير منطقة الثدي. فكتير مننا بيلجأ للجراحة للأسف الشديد، فالجراحة بتكون مكلفة جدا، بندفع فيها مبالغ كبيرة، بالإضافة ان كتير مننا بقى يخاف من هذه العمليات الجراحية. لكن اليوم ما تيأسيش، ويعني ما يكونش عندك فكرة خالص، لاني جايبالك وهكلمك عن كريم بروستلين. الكريم ده كريم مخصص لتكبير منطقة الثدي، منتج عالي الجودة، بيساعد كتير من النساء على زيادة حجم الثدي من غير الخضوع لجراحات التكبير اللي بتكون مكلفة واللي دايما بتبقى فيها مخاطر عالية جدا. زي معظم كريمات تكبير الثدي، بيحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية، مفهوش اي مواد ممكن تسبب التهابات او تهيج الجلد. بيسرع الكريم ده كمان من تكوين خلايا جديدة لتخزين كميات اكبر من الدهون، بيشد وبيغذي منطقة الثدي وبيتركها ناعمة ومرنة، بيزود الكريم من مرونة هذه المنطقة، وبيحسن الجلد المترهل، وبيزيل علامات التمدد، الخطوط البيضاء اللي بتسمى بي السلولايت، وبتزود من نمو الأنسجة حوالين الثدي. فتعالوا نتعرف على أفضل كريم في الوطن العربي، هو كريم بريستولين، ونعرف سعره مميزاته وفوائده. كمان كريم بيعمل على تكبير الصدر، على امتلاء وظهور الثدي بحجم أكبر، بيحتوي على عناصر مش بتسبب أي تهيج أو التهابات في البشرة، بيعمل على زيادة نمو الأنسجة حوالين منطقة الثدي وبيعزز من صحتها، بيخلصنا من السلولايت أو علامات التمدد، بيحسن من مظهر الجلد المترهل، كمان بيكبر منطقة الصدر، وبيعمل على تصحيح أنسجة الجلد. بيحتوي على زيت من أهم الزيوت الطبيعية، وأفضلهم هو زيت السمسم اللي بيخفف آلام الثدي وبيجعلها أكثر شبابا وبيحميها من تمدد الجلد. بيحتوي ايضا على زيت جنين القمح اللي بيرطب المنطقة دي وبيكبرهم وبيحسن الدورة الدموية وبيعزز من دوران الاكسجين في هذه المنطقة بشكل مثالي. كمان بيقوي عضلات الصدر، وكريم غير دهني، فعشان كده مش بيسيب اي ملمس على البشرة، مزعج وسهل الامتصاص وخالي من المواد الضارة. من اهم المواد اللي بيحتوي عليها كريم بريستولين مكونات طبيعية وعشبية، زي زيت السمسم، زيت جنين القمح، زيت الفجل، بروتين الصويا، وكمان خلاصة الكاموميل، وعباد الشمس، وشمع النحل، والكولاجين. كل دي حاجات مواد طبيعية مفيدة جدا كترطيب، كنعومة، كتكبير هذه المنطقة. طريقة استخدام الكريم سهلة وبسيطة. بيوضع الكريم على بشرة تكون نظيفة، يفضل استخدامه بعد دقيقة من الاستحمام. بتحط كمية صغيرة من الكريم على أطراف الأصابع، وبيتم تدليك كريم تكبير الصدر برفق حتى يتم امتصاصه كليا، وبنستخدمه مرة أو مرتين على حسب رؤية الطبيب المعالج. يحفظ طبعا في مكان جاف وبارد بعيد عن إشعة الشمس، وينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه، خصوصا لو كانت بتعاني من حساسية أو مرض ما، ولازم نتوقف عن الاستخدام فورا واستشارة الطبيب لو كان بيسبب معاكي حكة أو احمرار في الجلد. لو وصلتي معايا لحد النقطة دي بنتي أكيد من الجميلات، فسيبيلي قلوب كتيرة وتعليقات حلوة كده، ربنا يسعدك ويفرح قلبك. اعملي لايك، اعملي شير للفيديو، واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وقوليلي رأيك في الفيديوهات اللي هتظهر قدامك على الشاشة. رأيك مهم جدا بالنسبة لي، بيشجعني دايما وبيخليني أجدد وأطور من نفسي ومن القناة. دمتم حبايبي في أمان الله، يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم.